بعد صراع مع المرض وعمر ناهز 88 عام، رحلت أول من حمل لقب سيدة مصر الأولى في تاريخ الجمهورية المصرية وأول زوجة حاكم في مصر تخرج إلى دائرة العمل العام. جيهان صفوت رؤوف أو جيهان السادات ولدت في حي الروضة بمدينة القاهرة في 29 من أغسطس عام 1933، وكان ترتيبها الثالث بين 4 من أخواتها. تزوجت محمد أنور السادات مبكراً عام 1949 قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية عندما كان ضابطاً صغيراً، وأنجبت منه 3 بنات وهن لبنى ونهى وجيهان، وولداً واحداً وهو جمال. شاركت جيهان السادات زوجها الرئيس الراحل معظم الأيام والأحداث الهامة التي شهدتها مصر بدءاً من 23 من يوليو عام 1952 حينما اندلعت الثورة، حيث تولى زوجها رئاسة مصر عام 1970. وفي حرب أكتوبر 1973 اصطحبت السيدات المتطوعات للخدمة بالمستشفيات. السيدة جيهان قامت بدور وطني عظيم جدا في الفترة ديت. يكفي أن كان في مصابين للحرب ديت كتير، فهي قامت بدور كبير جدا، كانت أم المصريين في الوقت ده. حصلت على بكالوريوس الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1977، ثم شاهدها الملايين وهي تناقش رسالة الماجستير في الأدب العربي عبر شاشة التلفزيون. شاركت في المؤتمر الأول للمرأة العربية والأفريقية والذي حضرته بالقاهرة 200 سيدة من 30 دولة، وبدأ اهتمامها بالمرأة العربية من خلال مشروع جمعية تالا التعاونية لتعليم القرويات الحياكة والتريكو، فكانت بداية لسيدات الأعمال الريفيات مع إقامة معارض لتسويق الإنتاج، ثم انغمست بعد حرب أكتوبر في مجال الخدمات الاجتماعية، وقادت جيهان السادات الدعوة لتنظيم الأسرة وسعت لتعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة. رشحت نفسها مستقلة عام 1974 للحصول على مقعد في مجلس الشعب في المنوفية، وذلك بهدف إظهار دور المرأة السياسي وإفساح الفرصة للنساء الريفيات للمساهمة في السياسة، وأعيد انتخابها عام 1978، وخدمت 3 سنوات كأول سيدة رئيس لمجلس شعبي في مصر. وبعد وفاة الرئيس السادات عام 1981 كرست جهودها للتدريس وإلقاء المحاضرات في الجامعات العالمية. تم تكريمها العديد من المرات، أهمها تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في أكتوبر عام 2017، كما تم تكريمها من قبل المجلس القومي للمرأة، وأيضاً من قبل الهلال الأحمر المصري عام 2017 تقديراً لجهودها على مدار عقود طويلة كأبرز رائدات العمل التطوعي في مصر ودورها الداعم في رعاية ضحايا الحرب.